العملية الانتخابية تسير بشكل جيد جدا، ونحن يعني كأعضاء السلطة المستقلة للانتخابات جد فرحين بهذه النتيجة وبهذا الإجراء الحسن جدا الذي هو نتيجة لتحضيرات بدأناها منذ استدعاء الهيئة الناخبة. فيما يخص المكاتب، إذا كل الأمور الرشدية مهيئة، أشير فقط أن كل مكتب يتوفر على 6 محاضر، هذا بالنسبة لمحاضر الفرز، يعني في المكتب هناك محضر الفرز، في اللجنة البلدية هناك محضر الإحصاء، وفي اللجنة الولائية هناك محضر تركيز النتائج، أو 3 أنواع من المحاضر. بالنسبة كما قلت لك، بالنسبة لمكاتب الفرز عندما نقوم بفرز الأصوات هناك 3 محاضر. المحاضر الأصلية دي بي بي أوريجينو، وهناك 3 محاضر صور دقة الأصل. إذا كيف المحضر الأول يجب أن يعلق في المكتب، هذا لإضفاء للشفافية. المحضر الأول يعلق في المكتب، المحضر الثاني باللوائح، اللوائح المقصد بها الأوراق الملغاة المتنازع عنها، الوكالات إلى آخره، كل هذه تأتي في موكب مؤمن إلى اللجنة الولائية. المحضر الثالث هو يأتي إلى السلطة، يعني لدينا يوضع لدى السلطة المستقلة بورقة. بالنسبة للصور هناك 3 صور، 3 مترشحين، إذا كل مترشح، كل ممثل للمترشح، لأن هناك ممثلين للمترشحين في مكتب التصويت، إذا كل ممثل للمترشح يأخذ صورة طبقا الأصل من حقه. بالنسبة للمكتب، من بداية المكتب كما تلاحظون من المكتب هناك الشفافية، يعني يحضر كاع طيلة الانتخاب المراقبين ممثلين الأحزاب يحضرون طيلة التصويت، ثم يتحصلون على صورة للمحضر. يعني هذا إضفاء للشفافية، شفافية المعلومة. العمليات، قاعة العمليات ما هو دورها؟ قاعة العمليات هي قاعة بها الهواتف، هواتف متصلة مع جميع مراكز التصويت. إذا المعلومة تسير هاتفيا طيلة العملية من مراكز التصويت إلى قاعة العمليات تاع البلديات، ثم قاعة العمليات تاع الولايات، ثم قاعة العمليات تاع العاصمة. إذا هناك اتصالات هاتفية وليكابل بريزو، يعني والريزو والانترنت لكي تكون المعلومة في كل مركز حاضرة لحظيا آنيا أون طواري. قلت لك العمل في البداية، قلت بأن العملية تسير بشكل جيد جدا بدون تسجيل أي تقارير ورقات أو أي مخالفة، جيد جدا، والمواطنون يقبلون على مكاتب التصويت، يقبلون بشكل جيد ومستحسن على مكاتب التصويت. شكرا.